اوكي حياتي ضد برادو. حياتي طب هذا طبعا هذا الجيم الثاني في الوينرز ست الثاني كوارتر. نعم وينرز كوارتر ست الثاني. طبعا اشوف قدامي الشنطه حقت كاليكس حقت ماري اوديسي. نعم فيها قاعد تمشي فيها يقول انا عندي ماري اوديسي مبسوط. خلصتها ولا لسه؟ ما لعبت الا شوي. هايلي جني يبون يسوون سبيد رن. اشوف هاشم ما مر يوم اعطاني خلصها. انا اشوف اسمه فهد خلصها بيومين. شو تسوون انت ليش تخلصونها بسرعه؟ والله نو لايف. انا بعدني تقريبا يعني في اول ليفل. ها تعرف الصحراء؟ ايه شفت ايه انا بعدني هناك. ايه هم تحصل ميمعتي 30 قمر. هاي بس فايف حصل ميمعين 30 قمر. انا وصلت شيء 60. والله ما اخذ راحتي اتحوط اغلط اسوي اي شيء ابغاه. لا بس تذكرني النو لايفر ما نعرف خلاص برا. طب ايش رايك في الماتش هذا على فكره؟ انا ما اعرف شيء عن الماتش. نشوفه ألف مرة. المفروض ان روزالينا صح؟ ايه روزالينا عشان بس اذا ما تعرف تتعامل يا بروجكتايلز شوي تتوحد تشوف روب يعني بياخذ الادفانتج على السريع. تهيألي لان روب كبير وما عنده لاندنج كويسة تخليه في اسمه كثير تصير افيرات ينزل. ايه الجاجلينج وين روزالينا على روب خلاص يهلك يهلك نايس. بس شوف الحين برادو يعني هو يعني مسيطر على الجيم. اداته ابير ما مات اعتقد اذا انا مت على 30 ثم عمك على 30 هذاك اخر اكثر بطوله دائما يفوز برادو صح؟ في ما ادري ما ولا ما يمكن يمكن ايفن ايفن يمكن ايفن يعني مرات تشوف برادو يفوز الشاعر يفوز. اوكي يمكن اخر مره الشاعر مو متاكد صراحه. اوكي انا ودي باجي المفروض ان الماتش اب ماي لايف بس اذا هي ايفن ما ادري يعني. يلا ما عندي جامب شو بيسوي؟ شوف رأي جارة تب جارة تب سلام حلو ايش يسوي؟ اوه ريكفري؟ لا اوكي الحلو مرة في الموضوع قبل شوي انه حط الجايرو على الليج بس ماي لايف نزل عشان ما يبلع الجايرو فقام غطى الاوبشن انه يسوي ابير ستيج يعني ممتاز مرة شغل الموضوع يلا على الليج الحين كيف يرجع؟ ترى لو تلاحظ المباراة هذه اغلبها ماي لايف على الليج. اوكي ايه لان الحين لازم تسوي جاكل سلام حاول يسوي مكسر بالبيرباس جايرو بس بعد زخاء يلا بعد اوستيج كيف اوبا نايس ما حلو ماي لايف جميل انه قط عليه خلاه ينزل تحت اعطى سبايك ممتاز 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 يعني روزالينا اذا عندك تاخذ راحتك كثير تحت وتسوي ريكفر ايه بس تعرف كيف تسوي ريكفر تسوي جاب كل حته بالضبط لان يعني هي فلوت في الهواء تطول مره كثير غير البي حق الطرف مره عادي يعني مره عنده اوبشنز كثير انه يغطي عليك الكفري اوبشنز. اوه نايس ريد عطى فور سماش جاب يا بطني. طبعا لاحظ ان الجيم قلب كان برادو متقدم بس ما لاعب الحين هو اللي عنده الادفانتج. ايه شوي يحتاج تعب يتعود شوي يتذكر الماتش اب وحين ردينا يعني يوجوال بزنس في الماتش اب. شوف حاول يسوي شيء من اللج بقى. ايه اضرب اوه اوبا حلو حلو النير هذه اعتقد لما تخلي لما تسويها اوتو كانسل عرف النير حقت ايه تسوي اوتو كانسل لازم تعرف كيف تتعامل. ها يا تو كان اظني كان يبغي جايرو داون اير قريب نوتشرال من فوتسي جيم ابي ايه خلاص ابي توني بقول انت من اللومه توني بقول انت ابي تسوي هذا اوكي عند اللج حلو ايوه خاف يتجدم عند الداون سماش ما سوى بانش. لا داون سماش قاعد يطير لومه بعيد يعني ما ادري شكلك جود تور عند روم انه يشيل بس انسيف على الشيلد انت فلوس. شوف بقول لك اذا انت ما راح تموت ضربات شوف ما لومه من كثر ما ضربه جايرو ليزر جايرو نيوترال اير كل شيء. يلا بعد الجارد نايس اوكي عندي نيكسس اوب سماش سماش حلو حلو, حلو. 1-0 حق ماي لايف 1-0 لماي لايف ياس ياس بس صراحة لازم نمدح ماي لايف لأنه كان مركز مرة لأنه في البداية كان قاعد يتصفق بعدين فجأة كذا قلب الجيم ممتاز ممتاز ممتاز. يلا الحين بدينا الجيم الثاني على تاون سيتي. واو اعطى تاون سيتي اوكي اوكي اعتقد ان اثنين كلهم كل هي دبل ايج سورد اثنينهم مره كويسين انهم يروحون من فوق فكلهم يبغون يلعبون تاون سيتي.
وتعرف الفرق انه في مكان كبير وبلاتفورم. فلحظه منيح يستفيد اكثر من بلاتفورم. انا تهيأ لي انه اظن يمكن روب تعرف انه عند الان نسوي لاند روب. اوكي يعني ممكن ينزل فوق يعني يعطي سماش مثلا يعني تعرف يعني بدل ما يسوي لاند على الستيج دوم اللي ترى لير تشوف حق ما يعرف يسوي. بس اصلا ترى يعني اللو سيلينج تفيد الاثنين فهمت علي؟ فروزينا دائما تحب تلعب تورن سيتي وروبي يحب يلعب تورن سيتي لان دوت رو اب فا اي دون نو صراحه. بس هو هذا الكونتر بيك حق برادو فا اي مزوم انه عنده سالفه يعني. رو اب بس او توك بقول اول ما قلته حلو ريكفري وايد حلو كم باك يا اعطاه باكرين باللومه ها اوبيرات شو ممتاز اعطاه باب نطلع اللومه بالدانس ماتش ممتاز صراحه حلو لاحظ هالمره يعني عمي رمى عليه بس 50 جاير وبعدين يطلع ثلاثه يرميها عليه والله هالمشكله لما تسوي شيء الجاير على طول يقدر يفر واحد ثاني او غلط شوف الجاير تقريبا مو احسن برتكاب اللعبه للامانه تجمع كل الاشياء اللي موجوده فيها ما ادري يعني ما كمان كبره بروتكتايل وات طاح سوى داون بي ها تحت اظني كان يبغى ينط داون بي بس غلط عموما هو لسه الجيم عندنا يقدر يسوي يربح بدون ما ينقص اي ولسه يسوي اتوقع انه فاضل الحين يحاول يجمع اكثر عدد من المسدج تو ما هوك اب سماش بس صعب كانت تك نو ماني شغلات الموم هذا اللي يقولها دائما الدونير حقت روزالينا مو لو ماني اوكي ريكفري حلو لو صار عند الليج على طول بيخسر داونير سبايك والله الحين ابير يلا الحين اشوف اوه لا تقول جيرس ماش فور خرب عليه لا تاخذه يلعب اصلا بفوق ما اعرف ليش سوى فيلم الجراب عيال سلام استخدام الليزر طبعا الليزر حق روبي اذا مع الوقت يعبي يصير اقوى اوه لا 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 ما يشتري شيء لازم يتفرع على طول جراد تك اوبشن بس سلام حلو الدي اي نايس دي اي فهذه دي اي حق لازم تمشي يمين بعد اليسار الظاهر او يسار غريب مو بكونسيستنت بعد لا على طول حلو واحد واحد صراحه 50-50 هذه حقت روب مره بخيفه مره بخيفه صراحه انا روب انا اشوفه من الكاركترز اللي مره اندر ريت اللعبه هذه يعني الكاركتر عنده مره كويس التوز عنده مره كويسه هو مشكلته ان اللاندنج اوبشنز حقته شوي سيئه واحد واحد فهمت شيء وايد اوكي وايد يلا تسعد شوف الناس اللي عندها كومبو فيرتيكال في اللعبه هذه كثير يتعبون روب بس بشكل عام باقي الكاركترز ما يقدر مره عنده سوليد اوبشنز في كل شيء في السبيسنج في كل كونفيرمز كل باور مره كويس بس يلا لو شكلها الامت بس شوف فاين ستيج هذا شوف رجعوا انا شكلها من اللعب كلها تانا سيتي سيتي يا حسن صح ان روزالين تقدر يعني تعرف تشتغل اسرع بس ان ما تقدر تسوي جاجل يعني نفس ما كان تسوي على اف دي دون بلاتفورم يعني شوف هو لازم اوه ايوه اوك كسرت شوف بقول لك من الاخر انا ما اتوقع اي احد منهم راح يبين تانا فتاون سيتي حتكون موجودة في الأوقات إلا واحد يقرر إنه يغير بس ما حد راح يبدل مستحيل كفة خلومة ها بوه كفة خلومة ياس يا نايس يلا طلع اللومة لا اللومة شرة خطيرة حلو الريكفري من ماي لايف انا دايما يطلع من فوق الستيج عشان ما ياخذ الا بس لازم يغير شوي بعد فراد بيلاحظ شو بيخسر اذا سوى ما يقدر يفرع على فرصة بعد. اوف كان يقرا الرول. يلا الحين. تدري عاد حلوه قبل شوي الرول ريت فاضي لانه يعني ايش حيسوي ماي لايف يعني اعطاه سماش اوكي وات ايفر ما كان يقدر حلو انه جرب الرول ريت. يلا شو بيسوي؟ اوه شو اوتو كانسل حلو. سوالف بيت شوي. شنو انضرب شوف بالجايرو؟ اي اظن الجايرو بمستوى الجرافيتيشن بول الجايرو فر وضربه. ايه امس اذكر اوكي اذكر زين في التيمز سوى عليه حركه برادو كانت روعه كنت بذبح كان كاسر تسوي شيلد بريك ماي لايف شرشت فور سماش حق كلاود فقام رمى الجايرو صار كلاش معي فمن جد
الجايرو يعني مش اوكي يموت هي بيموت خلاص 150 130 خلاص. فليش اقول كذا استخدام قبل شوي قادر الجايرو كم مره حلو لان فر الجايرو حتقولون فر صح فر ازن اي صح يرمي رمى الجايرو على اللومه فصار فيها صار كلانك وما عنده يسوي الاب سماش قبل شوي فكانت حلوه او الابسر ما ادري ايش كانت بالضبط بس يعني الجايرو مره فيها يعطيك اوبشنز جديده حلوه مره في اللعبه هذه يسوي كلاش مع اشياء مره مره كثير زين يلا ستيج اوكي عطى عند لونر لاندنج نيترليا يلا الحين كيف المكسب اشتغل هالمرة وهذا تقريبا دوم بالغلط من السايد بي بس نفعه وكذا اللومه بعد وحين مسيطر على ستيج اخر بالغلط بالغلط ولا مو بالغلط اهم شيء انه فاد وايد فاد مو شوي هذا عادي كل فرصة مات يموت مات 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 اوف 2-1 اوف حتى براد مو مصدق الابياء الف سنه كلها خسرها كرافيا الحين ما انت تتحطم انت معلق الان لو سمحت بليز 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 متعود اخسر على 30 مو شيء جديد خليك برو بليز خليك برو يعني ماسك راسه هنا كيلكس كانه هو اللي خسر شوف وش هذا طبعا فول ريج كان من روب عشان كذا مات يلا الحين 2-1 حق انت ناطر الشات شوي إذا في أحد في الشات يعني قاعد يحش فيني فأنا ما أدري صراحة أخذ بس أخذ بس أخذ فيني أنا فيني أنا زي كنت حالك كل هيت عليك دوم لازم تخيلت لأنك ترول يا أخي وقف ترولك الناس تحبك يا المهم الحين فلايلات إخ حلو إخ قاعد ما أدري يلا أوه أب سماش ما طلعت قبل نيتو ليه مستغرب زين شوف برادو يعني لعبت له أسرع ها عرفت شو يسوي ضد مايلات بس الرول كان وايد خايس ما قدر يصير ورا ها الرزلينا سلام بس نسيت ريا خلاص بطل اللعب صراحة الريد كان حلو مرة وقف مكان أوبا بس بطل اللعب شاف كيف يسوي سوى كومنت الباكر عشان يرجع على طول أبيض ما أعرف كيف ما صراحة لازم يعني مرة حلو ال ما يلاقي فيه لأنه مركز فهم هالإصابة بعد ما تقول شوي مرة مركز خسر يقول خلاص الحين لازم أغير شوي شو لازم أغير يا عمي شكل روب هو يسوي أمير كي يضرب كيف فهم تعرف فزر يضرب أي شيء ما لأمل أي كلام يغمض عينه ويحرك دينا يقول هضرب أوه مات حلو نايس يضرب أمير نايس غمض عينه ما مات يا ربي موت هاي في أبير كبي يخسر ريج يلا ريج لوما والله ريج لوما عصري ترى دانير اوكي حلو تري اوه اني تري اوكي بعد ما عنده جنب ما عنده جنب كف خلوه هي هي لانك حلو كان من الشهر طبعا لازم نقول ان ليلات از بيوتيفول شافك شافك اوه الحين يلا وصلنا وان ستوب ايش نشوف الحين ما يلعب على ابسماش ثالث هي ابسماش اسطاح اسطاح اوه موت خمس يلا يا رب انزل يا رب انزل اليوم يعني راح اللج كويس يلا فراد عنده فرصه ياخذ فرصه اوف مات 2-2 شلون ما ضربت هذه كانت اظني سوى بارشيد فور سماش كان سريع وايد حلو من ماي لايف الان الفيديو صارت 2-2 والله صراحه الست مره حامي والله ما ادري ايش بيصير الحين شكله يفكرون في الستيج شو بيسوون ام شيء بيسوون دريم لاند يمكن فكرون دريم لاند صراحه الريد اللي جاء من ماي لايف على الباك اير اني فوق عطاف اير كانت مره حلوه هي ستوك الاول اللي اخذها كانت هي تقريبا الماتش ديفايننج او الماتش ديفايننج ايه طبعا الحين وصلنا دريم لاند عدد خلنا نشوف ايش بيصير صراحه كان جو ايذر واي صراحه الدو سبيسك النيوترال كان حلو طلع برا الرينج اني اسوي اب سماش شعر او جراب وضرب اللومه بعد يلا فودر جراب فودر نايس كان ثرو الى ابير ياخذ الدمج بعد ابير اللومه بس فراد شوي متوتر شكله تشوف يعني بعيد بس سوى رول روح هذا اخر جيم بعد
صراحة الرد حق روب مرة كويس. مو كويس. لا. لا ما أدري أحس إنه جيد ولا في لاج كثير. لا ما في وايد لاج بس تعبت هيد بوكس روب عادي توقف مكانك تغطي تك أوبشن في مكانه. أيوة. أو تغطي رول في نفس المكان. واو. يعني هاد درجة شيء خايس. إلى. أبير أوكي يردج حلو. شوف الشاعر قاعد يركض وحكي كي يطير. إيه هلاحظ يعني قال لا ما بخلي يسوي ريدرن. وبعد. كيف شفتي؟ ضربه من تحت. نايس شاله هو اللوم ممتاز. سلام. يلا خطير يا أخي هذا التراب اللي عند روب مرة خطير بالجايرو. مرعب مرعب يعني. يعني حتى إذا حاولت تصير أوف ستيج وعرف خلاص بانش تخسر. يعني صعب تحاول تتعامل وياه. يلا أبير كيف سوي الآن؟ باكير يلا. حلو الموقف الفرادو الحين. سوى فاست فود ميت رياض. سلام. يلا باي باي دوما ماتت. مات عشان تسلم ما يعصب. وشو داترو أبير الحين مات؟ ما مات اوكي تمزح متخيل لو مات قبل شوي شفناه موت على 34 لا بس كان خف الريد بس 140 مدري كم الحين الريد يساعد عطى داون سماش داون سماش حقت روزالينا مو صراحه النقطه حقها مو كويس كذا تشوف بس يعني شيء خوز عني ايه اوبشن سريع خوز عني ايه يلحقت سماش خلص خلص ستوب اوه مات يا رب مرة ثقيل اعتقد من العشرة من اكثر عشرة من اثقل عشر شخصيات في اللعبة اعتقد ممكن بدي هو التاسع او العاشر ما متعلق بس بعد يعني اصعب ما عنده فرصة بيتي دامير الحين عنده فرصة يعطي دامير سلام عليك حلوة 3-2 حلوة 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 صراحة جي 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 مرة جميلة داونير عشان خلاه اضطر انه ينزل تحت هذا وياخذ السكند ليدج جراب وعطاه داونير 25 مرحلة تحت هذا أول داونير وآخر داونير في ياب في السات أو شارفيزارد عندنا توك بقول أنا بلعب الشارفيزارد لعبة شارفيزارد ضد سلطون I believe